السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده جميل، بيعمل ايه؟ بتديله بس تكست ويبدأ يعمل من خلاله حوار كامل، وبعد كده الحوار ده يبدأ يعمل لك فيديو بيركب صور، في الاخر يبقى حول لك الكلمة او الكلمتين اللي انت اديتهم له لفيديو كامل. انت مجرد بس كده تكست كده بالفكرة العامة، وهو كأنه بيدخله مثلا على شات جي بي تي ويبدأ ان هو يكتب لك محادثة، يكتب لك حوار كبير، والحوار ده تبدأ يركب عليه صور، ففي الآخر يطلع لك فيديو كبير أو بالشكل دوت. ممكن من خلال الموبايل كل اللي عليك بس إيه، تقول له إيه الموضوع اللي أنت عايز تعمل عنه الفيديو، نوع الستوري اللي أنت عايزها بشكل ودي، فيبدأ يعمل لك الموضوع كله، وبعد كده يبدأ يركب بعض الصور المتحركة أو الفيديوهات القصيرة بالشكل دوت. تقدر تعدل في الأصوات اللي موجودة، وتقدر التكست هو بيحوله لصوت تكست أوديو، ففي الآخر بيطلع لك فيديو كبير، وكل اللي عليك بس إن أنت تعمل له داونلود وتبدأ إن أنت تشتغل عليه. فده من ضمن الحاجات القوية جدا بالذكاء الصناعي.